بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمة من سورة النساء، هذه السورة العظيمة التي من مقاصد هذه السورة الدفاع عن الضعفاء، الضعفاء بجميع أصنافهم. بدأت في بداية السورة بحماية حقوق الأيتام، ثم حماية حقوق المرأة، ثم حماية حق المرأة في الميراث، ثم تقسيم الميراث على المرأة وعلى كل الورثة، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بتقسيم الميراث بين الورثة، وهذا فيه دلالة عظيمة على عظم هذا الأمر. لذلك سميت هذه السورة سورة يعني الدفاع عن حقوق الضعفاء من الأرامل والأيتام والورثة. إذا تدرجت في السورة من بدايتها تجد أنها تكلم عن الأيتام، ثم تكلم عن المرأة وحقها في الميراث، ثم تكلم عن المرأة اليتيمة التي يؤكل مهرها أو وليها يأكل مهرها، إلى غيرها من مقاصد هذه السورة العظيمة. أيضا من ما ورد في هذه السورة العظيمة الحكم بالعدل بين الناس، فيه توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحكم العدل صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه توصية وتشديد للحكم بين الناس، لم يقل بين المسلمين بل قال بين الناس، لأن المدينة المنورة كان فيها من اليهود وكان فيها من بعض الذين يأتون للتجارة إلى المدينة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، فجاء التوجيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. يذكر في ذلك قصة لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وقد يكون سبب نزول هذه الآيات، لأن إذا سمعنا القصة تتضح لك كثير من الآيات. هذا فيه رجل اسمه طعمة ابن أبي أبيرق، وهذا قصته أنه كان من بيت فقير، هم فقراء في المدينة، وقال بعض العلماء أن هذا البيت فيه فقر ونفاق، والله المستعان. فكان هذا الرجل طعيمة ابن أبي أبيرق ذهب في ليل من الليالي إلى بيت أحد الصحابة من الأنصار، واسمه قتادة، قتادة بن النعمان، فسرق منه درعا وطحينا، بر أو دقيق أو كذا. فلما مشى الدقيق أو البر هذا له آثار في الأرض، جميل، حتى وصل إلى بيته. لما بحثوا عن الدرع وعن المسروقات مشوا على الأثر هذا حتى وصلوا بيته. يوم حس أن التهمة سوف تصل إليه أخذ الدرع وأعطاه يهودي جاره، قال: خل هذا الدرع معك، أنا بسافر، واختفى عن الأنظار. بحثوا عن الدرع وعن الأثر حتى وجدوه عند اليهودي، قال اليهودي: هذا أعطاني إياه طعمة بن أبي أبيرق. ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وصلت القضية الآن للرسول عليه الصلاة والسلام. فيه أطراف كثيرة، فيه مسلمين وفيه يهودي، يعني فيه قضية وفيه درع مسروقة، لازم يحكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان فيه ناس من قومه من بني أبيرق، ناس متحدثين وأهل حجة، فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا الصحابي وهذا من أتباعك وهذا ذا وهذا اليهودي فعل وكذا، فأكثروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة قوية. فيقول الرواة: هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم على اليهودي، لأن البينات والأدلة والحجة ضد اليهودي، واليهودي يقول: أنا بريء، والإسلام دين العدل، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل وبالإسلام وبالهداية. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، الله إن الله كان غفورا رحيما. لذلك يقول علماء من استنباطات أن الاستغفار يأتي بعد القضايا المهمة، بعد الصلاة، بعد الحج، مناسك الحج، بعد القضاء أيضا القاضي ينبغي له أن يستغفر، لأنه قد يقع منه زلل وتقصير ونقص. فوجه الله سبحانه وتعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
هو خان نفسه قبل أن يخون الأمانة وقبل أن يسرق، هو خان نفسه في الحقيقة. فنزلت هذه الآيات بعد هذه القصة، مع أن بعض الرواة يقولون أن القصة فيها ضعف، ولكن العلماء يقولون كثرة طرقها تسند بعضها بعض، وورد فيها رواية في الترمذي هي أقوى هذه الروايات. نستنبط من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يوجه بإقامة العدل وإقامة الحق، حتى لو أن الطرف الآخر يهودي أو غير مسلم، الحق والعدل والإنصاف في كل الأمور. لذلك يروى أن هذا اليهودي بعد هذه القضية دخل في الإسلام، وأن هذا الرجل يسمى طعمة بن أبي أبيرق هرب، لأن حد السارق قطع اليد، فهرب وذهب إلى مكة وانضم إلى مشركي مكة، وقيل أنه توفي مرتدا. فالله سبحانه وتعالى يدبر الأمور كلها، ونزلت هذه الآيات فيها توجيه يعني لكل الناس، للجميع، ولكن أيضا للقضاة، لمن يحكم بين الناس، الحكم بالعدل سواء مسلم أو غير مسلم، يهودي أو مسلم، الحق حق والعدل عدل، والإنصاف لابد أن ينصف كل إنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك أبو تركي، ويعطيك العافية ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو محمد نسمع منك كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.